سوقت فيه باش يقرا حسن. طيب حسن يقرا في صيغه لنقد داخلي باضافه التأنيث. النقطة الأولى غيكون فيها إعادة ترتيب أبواب النظام الداخلي. النقطة الثانية غيكون فيه إصلاح بعض الأخطاء المادية أو الإحالات القانونية. والنقطة الثالثة اقتراح بعض الأبواب. بالنسبة للنقطة الأولى باش يكون واحد النظام الداخلي عنده واحد اللوجيك واحد المنطق، اقترح كالتالي: الباب الأول غتكون أحكام عامة، الباب الثاني المجلس الجماعي، الباب الثالث سير الأعمال المجلسي الجماعي، الرابع والباب السادس يدمجون فينا، لأن الباب ما يمكنش دير باب كامل لهيئة معينة هي المساواة، ما يمكنش دير باب كامل الآلية التشاركية، يدمجون في الباب الرابع. وهذا الباب الرابع يكون فيه أربع فصول: الفصل الأول اللجان الدائمة، الفصل الثاني اللجان الموضوعاتية المؤقتة، الفصل الثالث هيئة المساواة والتكافؤ، الأخطاء المادية والإحالات القانونية. أنا عندي واحد مجموعة النقط فيها. أولا في المادة 9 بعد استشارة عامل العمالة حيث الإقليم، هذيك هنا في النظام كامل، حنا في عمالة في الإقليم غير تسعد إلى هذه المادة. المادة 11 استرسال وصعوبة بجدول الأعمال، والإضافة هنايا الجدول الزمنية للجلسة والجلسات احتراما لمقتضى القانون التنظيمي، يعني نزيدوا الجدول الزمنية. المادة 13 ثم في المادة 14 تضاف عبارة يخصص للجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة عن أسئلة مطروحة، يعني احتراما للقانون التنظيمي. ثم في المادة 20 بالنسبة للاختصاص الأول الذي أعطي للجنة التنمية الاقتصادية اللي هو برامج خاصة بالتأهيل وتسمية السياق الجماعة والعملية التاريخية، فأنا أقترح أنها ترجع اختصاص لجنة التعمير والمئات التاريخية. ثم في المادة 21 عندنا إحالة على المادة 19 بالقانون التنظيمي غير صائب، لأننا المادة 19 تتعلق بانتخاب النواب وليس باللجان. المادة الأصح هي المادة 25 بالقانون التنظيمي، 26 بالقانون التنظيمي. ثم المادة 22 كاينة واحد الإشكال من ناحية ديال الصياغة ديال اللغة، اللغة العربية ما كاينش عضوة أو عضو، ولكن عندنا كاين عضو. الناس في الأمم المتحدة فرنسا دولة عضو، ماشي دولة عضو، إذا الاكتفاء بعضو ماشي دولة عضو في اللغة العربية. فيها ثلاث أيام وفيها إرفاق جدول الأعمال بجدول الأعمال، تقريبا بجدول الأعمال، نقص الاحترام يوم يكون 10 أيام، ما يمكنش يكون 3 أيام 10 أيام. ثم في المادة 34 إضافة لفظة موضوعاتية إلى اللجان مؤقتا، لأن في القانون التنظيمي 17 من الدستور لأنها تتعلق بالنقابات ومغاربة المهجر وتمثيليتهم ولا تتعلق بهيئة المساواة. ثم في المادة 39 اكتفاء بها. ثم المادة 39 بالنسبة للمقترح الأعضاء ديال اللجنة ديال المساواة، يقترح رئيس المجلس الجماعي وأقترح على أن يتجاوز أعضاء هذه اللجنة 16 عضو والرئاسة إما رئيس المجلس أو واحد من النواب. ثم هي القانون التنظيمي. هذا بالنسبة لإصلاح التنفسي. غير الخاص ديالها وتكون حينت بتفاصيل على السيد الرئيس. بالنسبة للمكتب الجماعي فيه 300 مواد تتناول تقوية المكتب، كيفية الانعقاد ديال المكتب، من يدعو للانعقاد، فيها جدول الأعمال ديال المكتب، فيها اجتماع ديال المكتب، فيها عمل ديال المستشارين، فيها المسؤولية ديال النواب ديال الرئيس، وفيها المسؤولية ديال الشيء اللي كان ديال الاستشارة، جميع المواد يعني بالتفصيل ديالها حينت على السيد رئيس الرئيس. ثم بالنسبة لنا غنتبادلوا فيها المقترحات الإخوان غندخل، ولذلك غادي نمشي بهذا الأمر. طبعا المجلس واسع النظر. بعد ذلك المرحلة السادسة غادي ندوزوا المواد التي عدلناش ودخلنا عليها ونصدقوا عليها وندوزوا باش نصدقوا ديال بالتعاون، يعني محلها قضية ديال انتساب مادة 22 انتساب اختيار، هذا اختيار المجلس. الأصل هو 65 خصها كلها تكون في اللجنة،
إذا تخيلوا شي واحد غادي يبدا يحضر غنعطيو في إشكال، واحد من حقه يحضر جميع اللجان، هو ما مسجل في حتى شي لجنة، غتكون شي قضية مهمة ويبغي يصوت، فين يصوت؟ ما عندوش الحق يصوت؟ لا، دابا المقترح ديال الأستاذ الساسي والمقترح زاد يكون عباس كيقول لك خليو اختيار الناس، بغاو ينضموا ينضموا، باش ينضموا ما ينضموش، للرجال. الإشكال اللي غادي يوقع هو الحق ديالو في المناقشة في جميع الرجال. غتبان له واحد النقطة مهمة، حنا دايرين في الرجال ونقسمينهم على حسب العدد. هو هذيك اللجنة بانت له هي اللي خصو يصوت فيها، اش غنديروا معاه؟ غنقول لهم نعم التصويت، إذا تسوى. إذا خلينا الاختيار، الناس اللي غير مسجلين في أي لجنة، ممنوع عليهم يصوتوا في أي لجنة. إذا دوزتوا هذه ما كيتموش. أما هو الأصل، خصوصي خليها توزع. لا لا ما فيها والو. أنا باقي ما نتفرجش في هذا، غنخلي واحد شوية ديال المادة 23. المادة 23 اللي التي أثيرت هي ديال المادة 23 لا يحق للعضو واحد من أعضاء اللجنة يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة، اللجنة اللي كاين في القانون، ويجب تعدلوا ما عندكمش ولكن الشيء اللي كاين في القانون التنظيم. متفقون وعندنا صياغة باش نقراوها، غنقراوها في الأخر بالنسبة للإدارة. بالنسبة للخطة لتدبير التكوين المستمر، هذا السؤال ديالكم وجيه، في الميزانية كانت تقريبا 100,000 درهم، حنا رفعناه في المجموع ما بين درنا 600,000 درهم و 300,000 درهم، هي 900,000 درهم. اللي درناه التكوين المستمر في الميزانية ولين غايجيو اليوم الدكرة. بالنسبة لوي عباس، أنا داكشي اللي ديال التقديم الإخوة كله ما غاديش نقطع عليه، المادة 22 أنها غير قانونية ديال الاختيار، غنوش العملية، اللي ما كاينش في لجنة شنو غنديرو معاه؟ منين يناقش بغا يصوت عاد بغا يصوت فين يبي، ولذلك خليونا أن الإخوان يتسجلوا، خصو يتسجل في خصو يتسجل في واحد اللجنة. باش لا، راه الكلام حول انعقاد الدورة، واش نديروها في الثمانية؟ ولا نديروها في السماعية؟ ولا نديروها في الزيتونة؟ وأنا بالضبط نتشاور مع السلطة، ماشي غتخلي غتحيد الاختصاص، باش هذا اللي مش غيحضر معايا هذا، ولا واحد آخر، خصو يتعلم، فهذا هو ما عنده علاقة بالاختصاص، فهذا المكان، بغينا نهضرو للسماعية، واش السيد الوالد ولا العام اللي غيكون على عملته الناس؟ غير صل معايا ولا غيدير تدبير اخر بهذا الاجتماع ديال المكان الاخر. دابا انت المصطلح الاستشاره جا كبير. فاذا ملي غديرها في واحد المكان كيخصك ماشي دابا هنا هذاك الاستشاره فيها واحد قوه ديال نزع شي حاجه عند المجلس نبدلو المصطلح ماشي هذا ولكن القصد هو هذا لانه ملي كدير الدوره والاصل المصالح الخارجيه بالإضافة إلى ممثل السلطة، فهو إجراءات، هذه الإجراءات لا شكون نبدو عن الاستشارة، مش عارف كاين مشكلة، ما عندي مشكلة، أنا نقول لكم حيت بالنسبة للمادة 20 علاش هذه 17 هذه 13 هذه 12، حنا سهلنا بالعكس، هذيك اللي درنا هذا الصغير شي ماشي مهمة، حيت النقاش فيها كيكون تقني، هذا اللي استحضرنا في التوزيع، كيكون تقني. قلنا الامور اللي فيها كتكون فيها افكار كيكون فيها نقاش. الماده 64 حاله خاطئه صحيح، الماده 67 تقديم على الرئيس، قلت لكم الفلسفه اللي بدات بغيتوا تجيبوها معنا ثمانية اللي كاينه في القانون قلنا في القانون، وهنا غنجيب لكم غير الامور اللي ما كايناش في القانون اللي بغيتوا تجيبوها ما كاين حتى شي مشكل. يعني الماده 93 العنوان خطا صحوه، نضيفوا له المنخص لا مانع في ذلك. الأستاذ الغاشي فيما يتعلق بتفويض الكتابي ديال الفروض، هذا نقاش، تحيدوه حيدوه، أنا مع أننا نحيدوه، ولكن نخليو تفويض لرئيس الفريق أو منسق الفريق، هو اللي يمكن يتكلم، دابا شو علاش يقول لك فوض لي؟ وهو ساكن هو وياه في نفس الحي، والسؤال يهم هذاك الحي، وجا هو طرح السؤال، وخرج باش طرح سير، وبان عند الناس ما دارش، غنوليو معاك، نخليو رؤساء الفروض. درجة على خاطركم تفويض نقاش كتابي ولكن بإذن من رئيس الفريق، ويكون إما مشروع وإما رئيس الفريق هو اللي يتحمل
هذه هي المسؤوليه. ونمشي للماده 26 لانه ملي يكون حاله السجن تعرضت عليها وهي ما عندهاش تقرير وندوزو. ما زمانها في ذلك ديال الحبس عند الاقتضاء. الاسئله من الاعضاء والفروع؟ لا. هو السؤال شخصي. يمكن الفريق يدبر شكون اللي طرح السؤال. اتفقي، ولكن السؤال اللي غيطرحو شخصك. قالها الاستاذ فريد ونعرفها، قالت له هذا الشيء ماشي 3-3-4-4 ما كاين حتى شي اشكال في ذلك. على الدقة حسن الاهميه لا، خصنا نحدو حنا لا، ومنين نجي عندنا واحد المستوى اخر ديال ضمن الاسئله. فلذلك تما يمكن نزيدو نقولو هذا السؤال خصو نص ساعه كيهم المدينه. شي حاجه ما عرفتش يعني دور الايله السقوط ولا برنامج بدون صفيح شي سؤال حوله كنا ناخذوا فيه وقت، ولكن خص المنطق يبقى عندنا ديال السؤال والجواب. الماده 15 الموقع الالكتروني الموجود مقصود به انت كتعرف كيطيح اون بان، فتقدر تجي لهنا وتقول لي 10 ايام مثلا كيتبيراطاب 10 ايام ومبيراطاب حنا درنا الدوره وما خرجش، شنو غتقول لي؟ غتقول لي راه ما درتيش الموقع. فهذيك الموجود اذا ما كانش هذا المشكل هذا نحيدو، انا ما عندناش مانع نحيدو هذا الموجود من حيث انا كنقصدو الخدمه والوجود، نحيدو الوجود ونخليو الاشتغال. لا لا مانع في ذلك. الماده 16 اضافه مصطلح الدراسه على كل الامور ما كاين فيها المشكل. لجنه الاعلام والتواصل حنا كيعطينا خمسه، دابا الا درنا لجنه الاعلام والتواصل الاهميه كاينه كبيره، حتى التعاون الدولي مهم. كاين واحد هذه القضايا مهمه، انا ندعوكم نخليو هذه اللجان المؤقته الموضوعاتيه في اول جلسه بغيت تختارها من الان نديروها، ولكن واخا هي عندنا استغلال ديال الامور، ولكن حنا درناها في احدى اللجان، درناها في اختصاصات ديال احدى اللجان، غير الاعلام والتواصل يعني القدر ديالهم كبير جدا، ولا درتي غير في اللجنه تقدر تقتلو، تقدر تقتلو، ولذلك انا هذا هو الراي، هذا الراي اللي كنقول لكم الان باش المادة 23 رجعت عليها، المادة 25 اجتماعات اللجان، هو الأصل في القانون هو كيربطها بنقاط الجدول الأعلى، بغيتو ديرو تنعقد وجوبا مرة في الشهر، إما دير عرض ولا تستمع للموظفين ولا تناقش نقاط الجدول الأعمال، ما كاين مانع، ولكن في علاقة بالدورة، إذا كنتو غديروها ديرو على الأقل تنعقدو اللجنة، على الأقل مرة واحدة بين الدورتين. هذيك الساعة ديرو فيها توصية، ماشي توصية، هذا قرار كتاخذو هي، ولكن ملي كتطلعو كيطلع عندنا حنا توصية. غير باش هي تتخذ القرار. وكاين عندها ملتمسات، عندها القرارات والملتمسات. المادة 33 ما كاين إشكال ديال التعيين بنفس الطريقة. المادة 64 قانونية عوض التعيين ما كاين حتى شي إشكال. الإضافة المنسقي الفرق في المادة 85 ما كاين مشكل. مقاربة نوع أنا تكلمت عليها، المواد الأخرى 93 96 96 99 التعديلات غادي نقراوهم يعني اتباعا. فيما يتعلق شكون اللي بقى لي؟ بقى لي الحسني فين درت قلنا والبعض الآخر حنا عندنا فيه مقترح. فيما يتعلق بالتبويب أنا أرجو ما تخرجش في هذا الشيء، حنا دابا بغيتو تصيغوه ويتقال الأبواب والفصول والمواد، ومن المواد ممكن نديرو كتاب والقسم والباب والفصل والمادة ويمكن نزيدو البون. دابا إلا كان المعنى واضح لا داعي ندخلو في إعادة الترتيب، لأنه غياخدنا غير الوقت والمطلوب كيبقى هو هو. فهذا فيما يتعلق بالهيكلة، الفهرس ديال الهيكلة. الإضافة ديال اللجنة التقصي أنا معاها، والإضافة ديال المكتب راه قالوها جوج ديال الإخوان اللي كانوا قبل. فيما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالمواد اللي متعلقه بالمواد، الماده 7 صححناها عامل عملة. بالنسبه للماده 10 استدعاءات الاشعارات غير ممكن، استدعاء اقوى من الاشعار، استدعاء رصيدة هذا عنده اساس قانوني في القانون التنظيمي وعنده اساس كذلك في القوانين الاخرى ديال المتعلقه بالتبليغ، فاذا هذاك ما يمكنش نقيسو. الماده 11 نضيفوا الجدول الزمنيه، غنتكلم على الدكتور قشا قبيله غنضيفوها في الماده 11. الماده 12 ديال يعيد الرئيس جدول المجلس المدعم للتعاون مع اعضاء المكتب يعني وفقا للمقتضيات، زعما هذا راه كاين.
هذه القضية ديال بصفة فردية معقلة بفرق بين الكرسي، لا، الأسئلة هي شخصية، السؤال شخصي، ما يمكنش نبدلو. هذه التخصيص ديال جلسة واحدة هي كاينة في القانون، حنا حددنا غير شحال غتاخد، بغيت تضيفوها تعاودوها، راه المجلس يخصص جلسة في كل دورة خاصة بالأسئلة الكتابية، فإذا الجلسة هي كاينة في القانون، بغيت تضيفوها هنا ما كاين فيها حتى شي إشكال. المادة 21 تتكلم عليها قبيلة فريد وتكلمت عليها ديال الإحالة، الإحالة ماشي 19-26 العضو تكلمت عليها، اللجان مؤقتة نضيف لها موضوعات يمكن مشكل، الإشارة للفصول ديال الدستور أنا تقطعتها هي 12-13 من الدستور، هذيك الهيئة نديروا لها واحد العدد، أنا غادي نقترح عليكم عدد يعني حتى 17 ولا 19 ولا 21 واحد العدد اللي يكون محترم، وعلى كل حال البير والرئيس كله ماشي اشكالات زعما. الماده 59 سجل الحضور ورقه الحضور، انا كنقول نبقاو في القانون كيتكلم على ورقه الحضور هي اللي كدور، هذيك من بعد كتولي في المحضر في السجل بوحدو، وهذا بوحدو تسجل يعني في المحاضر في الجلسات في سجل، اما لائحه الحضور هذه محدثه تتكتب وتولي تقال. فاذا هادو هما الاجوبه على بعض الامور، بعض التعقيبات غير باش نتواصلوا. عندنا جوج امور، التعديلات اللي قالوا الاخوان غنقراو ماده وندوزو. التعديلات تتعلق بجوج الابواب، يعني باب خاص بالمكتب باب خاص بالجهه التخصصي، هذا نقراو عليكم عاد نكتب تمشيو هكا. تفضل. إلا كان شي حاجة اللي كلها ربما طاحت سهوة ولا شي حاجة تعاود تصدر كنطولوش، ما كاين مشكل. لائحة ثانية لمن أراد أن يتدخل، دكتور قشاب تفضل. دكتور قشاب عباس وسلحة ثانية. وبالنسبة لنا الإخوان في الفريق ديال الامتحان الدستوري هو أراد أن يتدخلوا قام زمن فيه الكفاية، إلى أنه بعد في المادة الرابعة إصرار رئيس المجلس أو من ينوبهن على حسن تطبيق ملوك الولايات المتحدة، وذلك بعد التصويت على حسن تطبيق. حسن وين كاين تطبيق ولا ماشي تطبيق؟ حسن تطبيق كتدخل فيها، وإلا ما كانش حسن تطبيق وإلا ما كانش غادي يكون اسم. بالنسبة للمادة 22 والمادة 23 مثلاً 22-23 أنا معكم واحد أراء كبيرة في العضوة أو عضو، إلا أنه من اللي درنا في 22 عضوة أو عضو نزيدوا في 23 عضوة أو عضو، هي اللي المهمش من القشية، ويعتبر وكيل لائحة منسقا للفريق إلا أن يعين بدلا عنه، يتعين على الفريق الذي اختار الانتماء الى معارضه ان يقدم تصريحا مسؤولا من الرئيس. بالنسبه للسي الرئيس بالنسبه للماده اللي باش تكونوا شويه منسجمين مع القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات، الفصل الماده 9 اللي كتقول في الاخير تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه وكذا فروق بالنسبة للمجالس من المقاطعات، لأن هذه كاينة في الجهة وكاينة في المقاطعات، إما تكون منسجمين شوية مع ما جاء فهذا ما يمكنناش نحبسو نخليو ديك فارق في الخير، نخليو يتعينوا على الفارق الذي أنه كيتعترف على الاتحاد السوري بستة ديال كيتعترف على الفريق وكذلك الأسرة المعاصرة ولكن الأكاديمية كفريق، ولكن باش نجيو نسمو نقولو بأنه فروق والقانون الفاصل 9 كيقول لك هذا هذه مديرة بالنسبة للجهة وبالنسبة لمجالس النظام هذا باش ما تكونش واحد شوية ديال باش تكون مستجدين. والسلام عليكم.
ما غادي يصير تبتيليا نجوية لنا غير فاميليا، ما غادي يصير عدد لنا غير فاميليا، ولكن أنا قابله أنا كنقول لك ممتاز. إيوا غنعطيك أنا نعاونك، أنا غنعطيك غير بعض الناس اللي جايين في الحصة ديالي في المشكل. وما تخلاش تصوت، ما تخلاش تطرحو، وصعيب هاد المنصوب حنا على حدود الجناة أو نعينوه. مكتوبة هنا كيف قال الأخ التصويت والتعيين. ما تيتعينش يا إخوان عضو في اللجنة، ما تيتعينش، ما كنصوتوش عليه. كنصوتو على الرئيس، لا على هاد الكيلو أنا نتصوت. راه بلا ما نتخدمو حنا. ثلاثة المرات غادي يجي يلعبو في الدور. فبراير ماي أكتوبر ولا حتى لو دخلت لك شي حاجة. حتى ثلاثة المرات ما عندوش تحت لي عقبة نتكلم. إلا حسيت لك ثلاثة دقايق، إلا ثلاثة دقايق ثلاثة شعود ضربها في ست سنين. هذا هو اللي تعطانا العضو هذا يتكلم في هذا الشيء كله. ما كملناش حتى شعب مالنا، ما كملناش ست سنين. إذا كنا ما غاديينش السياسة خصنا نحضروا كاع كامل
المجلس كامل من حقه أنه يحضر لك اللقاءات التشاورية مع هيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين بما فيه خير لهذا البلد. أما يمشي للمكتب بوحده في إطار الأغلبية هذا راه تيعني غير السياسة. أنا سلبي المنجزات وبالتالي سنربح لقاء مجموعة اللقاء لفائدتي بناء على تقصير الجماعة. أنا هادشي اللي شفت. طيب هذه الأستاذ حسن الرشيد راه دار فيها مقترح. كاين مقترح؟ كاين مقترح، راه قال أو الدين يحضر الرئيس رؤساء اللجان ويقيدوا الأموال، فإذا كاين راه تجاوب. شكرا. عفوا. مسألة أخرى الله يخليك السي الرئيس، المسألة هو بس السي فريد راه هضر عليها، يوم العمر عليك وليا على العموم تصوير جلسات، هو تصورنا. شنو غنقولوا له؟ راه شنو غنديروا له؟ الناس راه صورونا وسجلونا وداروا لنا مجموعة ديال الأمورات مع العلم أن القانون الأساسي من مشروع القانون الآخر تيقول لك يوم العمر، واش نقولوا ضروري أنهم يكونوا تيصورونا بناء على ما بقاو شي صيغة بناء على شي احتجاج تراخيص أو انتدابات أو ونريبلوها باش يكون داك الشيء واضح وتكون الأمورات هي هذه. وشكرا سي الرئيس. إعداد نظام داخلي من رئيس المجلس بتعاون مع المكتب. المادة الثانية اقتراح هو كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس كما يحدد العلاقة حد ما بين مختلفين أجهزة المجلس. أنا أعتبر هادشي اللي غادي نقراه متفق عليه إلا شي حاجة اللي لم نتفقش عليها ولم يوقف. المادة السادسة المادة السابعة حذف الإقليم والاستشارة استشارة إشعار دير إشعار دير إشعار دير المادة السابعة إذا حذف الإقليم وتغيير استشارة بإخبار إشعار المادة الثامنة ورد بشنية تعديل كيقول اش بغيتي تسقل لي جماعات ومجموعات جماعات ومجموعات جماعات كما هي كاينه في القانون. كاين قضيه اخرى تتعلق باضافه هذيك البرامج انعاش الاقتصاد والتشغيل دراسه اخر صراحه ان كل شيء حنا اللجنه غير كدرس ما كتعد لا والو. اذا نضيفوا دراسه برامج انعاش الاقتصاد ماشي التشغيل وفحق يكون الشغل لأن ما كنناقشوا الشغل ما كنناقشوا التشغيل ماشي كنخدموا وتشجيع الشغل ولا شي حاجه. الجمعيات لا نديروا دعم الجمعيات والنوادي وكاع والوداديات فيما يتعلق بالمادة دائما في المادة 20 هذيك تسمية الأزقة والشوارع والأحياء خصها تبدا بجاوب